33 مظاهرة بمناطق متفرقة بولاية الخرطوم، وتجمع حوالي 10,000 مواطن والاعتصام أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة حتى صبيحة 7/4/2019. كما رصدت مظاهرات مماثلة بالولايات سنار، البحر الأحمر، كسلة، الجزيرة الشمالية، نهر النيل، جنوب دارفور، وسط دارفور، شرق دارفور، غرب دارفور، شمال كردفان، النيل الأبيض. أثناء تفريق المتظاهرين توفى 7 مواطنين، منهم 6 بولاية الخرطوم والآخر بولاية وسط دارفور، وإصابة 15 مواطن، كما أصيب عدد 42 من أفراد قوات الأجهزة الأمنية، وتم القبض على 2496 من المتظاهرين.